تعالى وبركاته إخوتي في هذا العدد الجديد. أنا راح نتحدث بالتحديد حول ملفات زبائن فيما يخص زبائن باريس. طبعا مكتب باريس اللي كانت تقوده الآنسة مريم راح توقف بصفة رسمية عن العمل للأسف الشديد لأسباب شخصية، يعني أسباب تتعلق بها هي شخصيا، وقالت لنا بلي ما قدرش نزيد نكمل، وحنا نقدروا الظروف تاعها على كل حال. ولكن انا شخصيا الملفات اللي كانت درسهم هي ولا تبعهم، باسكو في حقيقه الامر هي كانت تبع ملفات، حولتهم الى مكتب الاستاذ اسبطن ببجايه، وهو محامي عنده امكانيه التنقل الى فرنسا الحمد لله، هو اللي راح يتبعهم، لاني انا شويه ان بو ديباسي جو بو با نتبعهم يعني ملف ملف، ولكن سيقوم بدراستهم وسيقوم بمتابعتهم. العمل انا اللي نخدمهم هذه الملفات، وانا اللي راني نسير فيهم، وانا اللي راني نتبعهم، وانا ولكن احتاج الى شخص يتواصل مع الناس، مع اصحاب الملفات، باه يكون نقطه وصل بيني وبينهم. ولذلك كلفت الاستاذ اسباطن، هذا هو رقم الهاتف تاعو اذا كان راكم تشوفوا فيه في الشاشه، هذا هو الهاتف تاعو، تقدروا تتواصلوا به بالنسبه لملفات سبتمبر وملفات فرنسا، يعني اعطوا لي جميع ملفات تاع فرنسا، يقدروا يتواصلوا بالاستاذ ويعطي لكم الوضعيه. طبعا ولا ربما هناك اخطاء ولا ربما، ولكن تقدروا تتواصلوا يعطيكم الوضعيه الحاليه لشكون ابل الملفات تاعكم. تقدروا تتصلوا به في نفس الرقم هذا في فايبر او كما نقولوا في فايبر ولا واتساب، ولا واتساب ولا فايبر تقدروا تتواصلوا معه، يعطيكم الملفات ويعطيكم الوضعيه تاعكم، واذا كان يحتاج الى اي معلومات راح يطلبها منكم وترسلوها له، هو يقوم بتسليم الملفات ولا الاحوال لي بابي اللي مخصوصين اللي كنت نحتاجهم. واذا كان انا احتاج الى اي معلومه ولا او الى اي وثيقه فيما يخص الملفات تاعكم، انا راح نخبره، هو يقوم بالتواصل معكم ويطلب لكم هذه الوثائق. دونك اذا كان طلب لكم اي وثيقه ما عليكم الا ترسلوها له. اذا الاستاذ اسباطن مكلف بمتابعه الملفات، الدراسه انا اللي ندرسهم، ولكن المتابعه هو اللي يتابعهم باه يكون كما نقولوا سور لا باس كو دان كوتي يبقى كما نقولوا يكون نقطه وصل بيني وبينكم. ودان اوتر كوتي طبعا انا كي نكون ندرس ملفات نقول الحقيقه في بعض الاحيان من كثره الملفات اخطئ في بعض الاحيان، هو كي يتبعهم او راح يوجهني شاك فوا في ديزيرور ولا غلط ولا كواك سوا خصني حاجه ولا نسيت حاجه، هو اللي يتبعني، هو اللي يفكرني يقول لي الملف هذا واش فيه، هذا مخصوص في هذه، هذا مخصوص في هذه. ولذلك كل ملفات نحط شخص ثاني يتبعهم باه ما يعني باه ديما نكون في المستوى. دونك ملفات تاع لي ديبوزاو سواء عند الانسة مريم ولا ديبوزاو عندي في فرنسا، ولا يقدروا يتواصلوا مباشرة مع الأستاذ إسباطن والذي سيعلمكم بجميع التطورات وين وصل الملف وين ما وصلش. فيما يخص الأسئلة تاعكم يا خوتي، أنا راني نشوف لي كيستيون اللي راكم بوزيهم أسفل الفيديوهات هي نفس الأسئلة تقريبا، راني جاوبت عليهم مرارا وتكرارا، ولكن يختلف منهج طريقة طرح السؤال، ولكن السؤال نفسه. دونك هنا كاين إشكال أو كاين خلل، يا إما ما شفتوش الفيديو تاعي اللي شرحت وشرحت 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 هذه النقاط، يعني هذا يدل على أنكم جدد متتبعين جدد وأني نقدر الظرف تاعكم، يا إما المعلومات اللي قدمتهم في الفيديوهات السابقة ما همش واضحين عندكم. ولذلك سأقوم ابتداء من شهر سبتمبر بوضع سلسلة من 4 أو 5 فيديوهات نعاود نشرح من جديد القانون المشترك هذا، القانون المحلي بطريقة يعني جديدة، ونحاول نعطيكم معلومة نفرقوا بين المدنيين وبين العسكريين وطريقة البحث على المراسيم والحقوق، واللي عنده لاكارت ديدونتيتي مكتوبة ناسيونتي فيه كيف يتعامل بها، واللي عنده مثلا بطاقة محارب كيف يتعامل، واللي عنده مثلا بطاقة انتخاب قبل استقلال الجزائر كيف يتعامل. يعني راح ندير سلسلة متكونة من 4 أو 5 فيديوهات نعاود نشرح لكم كل شيء
ولا اظن ان بالنسبه للمتتبعين جدد هما اللي راهم يطرحوا هذه الاسئله، لان لي زونسيان خلاص يفهموا القانون المشترك لا كارت ديدونتيتي اسي سويت. ولذلك ساقوم ابتداء من شهر سبتمبر او اواخر شهر سبتمبر، يعني في الايام القادمه، نحط لكم دي فيديو اللي نحاول اني نشرح من جديد وندير ملخص لما قدمته لمده سنتين حول ما يخص قدماء المحاربين والجنسيه الفرنسيه والمراسيم. جو بو با ريبوندر باسكو نفس الاسئله، يعني كل فيديو نلقى 30 ولا 40 انسان طرح سؤال والهدف واحد، يعني جواب واحد بالنسبه لجميع الاسئله. ساحاول الرد على جميع الاسئله بطريقه تكون طريقه بسيطه في فيديوهات بعد ما نكمل السلسله هذه اللي نعاود نشرح. وإذا كان ما فهمتوش هذه السلسلة ولا هذه المعلومات، في هذه الحالة يمكنكم طرح الأسئلة، وإذا كان فهمتوا لا داعي لإعادة الأسئلة، ولنترك المجال لقضايا وأمور لم يتم شرحها من قبل. لأن إذا كان تجو نهضروا لا كارت ديدونتيتي نقول لك روحوا وسع دوكري، وتقول لي عندي مثلا كارت إليكتور تاع انتخاب نقول لك روحوا وسع على جوج ولا دوكري، تقول لي أنا بابا عنده سي إن إف صدرق بالاستقلال نقول لك حوس على دوكري، تقول لي انا بابا عنده كارت كومباتان نقول لك حوس على دوكري. تسمى هذه الامور راهم رايحين يتكرروا مئات مئات والاف المرات، ونبقاو نفس الكلام، ماناش رايحين نتقدموا، نبقاو في نفس العوامه وماناش رايحين نتقدموا. ولتفادي كل شيء، ولربما المتتبعين جدد ما شافوش الفيديوهات القدم اللي شرحت وشرحت، انا راح نعاود لكم لاخر مره، ومانيش بعد ما نكمل هذه لا سيري ما نزيدش نهضر على القانون المحلي ولا القانون المشترك، وما نزيدش نهضر على المرسوم ولا على جوجمون، ما نزيدش نهضر على الامور هذو، لان الامور هذو خليتهم الاخوه اللي راهم يخدموا في هذا المجال، لانه كاين ما شاء الله شباب كتاب عموميين مستشارين ومحامين ومكاتب بحث راهم بداوا العمل، راهم ينشطوا سواء على ارض الميدان او ارض شبكات التواصل. انا خليت لهم باه يقدروا يريبونديو عليكم، ولكن نعاود ندير رزنامه وندير كما يقولوا خلاصه لكل ما قدمته سواء حول الجنسيه ولا المراسيم ولا احكام التجنس. يعني راح ندير لاخر مره بحول الله ونتحدث على هذا المنوال، وبعدها سنذهب مباشره ونبدا نقدم امور تتعلق بالرفض، بالنقاط الضعف، بالنقاط القوة، وطريقة تفادي الرفض، طريقة الطعن، طريقة العدالة إلى غير ذلك. ولكن لا يمكنني الرد على الأسئلة تاعكم لتتكرر يوميا ويوميا. معظم الأسئلة جوابها أني واش نقولك في الجواب، نقولك يا أخي القضية تاعك لازم تحوس على مرسوم ولا حكم تجنس ولا ركونيتي، يعني نفس الأسئلة. يعني كاين لو كان تشوفوا اسفل الفيديوهات تلقى عندي 30 40 سؤال 50 سؤال، ولكن جميع الاسئله هذه عندهم جواب واحد، يا اخي روح وسع على مرسوم ولا دكري ولا جوج. ولذلك لتفادي اعاده واعاده طرح الاسئله ساحاول ان ندير لكم ملخص لما قدمت. يعني عندي عامين وانا نهضر على هذه النقاط، انا راح نصغر ونحي الاهم ونديرهم سو فورم 3 او 4 فيديو، نعاودهم بطريقه جديده، نشرحهم بطريقه جديده، وان شاء الله تنفعكم وتفهموا. بعد ما نكملوا هذا كيما لا سيري تاع لي فيديو، اذا كان عندكم اسئله ولا ما فهمتوش ولا كان امور غامضه ولا غير واضحه، مرحبا بكم، تقدروا تعاودوا تطرحوا الاسئله ونجاوبكم. نقول لكم خوتي تحيه طيبه والى اللقاء، ونتلاقاو في